جولة صحفية يومية حول أبرز أخبار المملكة العربية السعودية، نستهلها مع حادثة غير مألوفة، إذ عفت عائلة سعودية في جنوب المملكة عن قاتل ابنها في نهاية غير متوقعة لجريمة شهيرة وقعت قبل 20 عام، وفشلت خلالها محاولات عديدة للحصول على الصفح. وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن ذلك يعني أن حكم الإعدام لن ينفذ في الجاني. واستجابت عائلة القتيل ويدعى مهدي بن سالم بن شاثين المعجبة لواجهات قبلية حضرت لمكان إقامتهم في وادي يتم بمحافظة ثار، وقررت العفو عن القاتل محمد بن صالح أبو خشم المطلق. وفي لفتة رياضية، أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأرجنتيني ليونيل ميسي أصبح سفيراً للسياحة في المملكة وفقاً لCNN. وقال الوزير السعودي عبر حسابه على تويتر: أرحب اليوم بميسي وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق. وفي إطار منفصل، أعلنت منظمة العفو الدولية عن إطلاق حملة جديدة بعنوان فك قيود السفر لمطالبة السلطات السعودية برفع منع السفر عن نشطاء وكتاب وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. وزعمت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني أن السلطات السعودية تستخدم قرارات منع السفر أداة لمعاقبة الناشطين والكتاب والصحفيين والسيطرة عليهم من خلال حبسهم داخل البلاد، أو في حالة أولئك الذين يعيشون في الخارج من خلال منع عائلاتهم من السفر إليهم وفقاً لقولها. نختم مع الخليج أونلاين الذي نشر خبراً بعنوان توقيع مشروع مذكرة تفاهم أمنية بين السعودية والإمارات. وأشار الموقع إلى أن الرياض وأبوظبي وقعتا على مشروع مذكرة تفاهم بحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة، وجاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة الإماراتية السعودية في أبوظبي، والتي جرى خلالها بحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.